باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنبتدي الاصحاح التاسع مع بعض. يبتدي الاصحاح التاسع بيقول: ودعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوه وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض، وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. لو تاخدوا بال حضراتكم في اصول اللغة ان لما بنحط نقطة في نهاية فقرة ما ينفعش الفقرة الجديدة تبتدي بفصلة او بحرف عطف، لان الفقرة انتهت. ده في اللغة كده. لكن حاجة عجيبة هنا ان الاصحاح ده بالرغم انه اصحاح جديد بيبتدي بحرف الواو. ودعا، المفروض كان يقول ايه؟ دعا، دعا تلاميذه. ليه حرف الواو هنا موجود؟ أتاري ده ليه حكمة كبيرة قوي. حرف الواو ده علشان ما يفصلش أحداث الإصحاح الثامن بالإصحاح التاسع. يعني كلمة دعا، كلمة دعا يسوع تلاميذه، هنقع فيها شوية، دي دعا. عاوز يقول هو إمتى دعاهم؟ إمتى دعاهم؟ أول حاجة كان في دعوتين. الدعوة الأولى اسمها دعوة اختيار التلاميذ عشان يتبعوا يسوع. الدعوة دي هي الدعوة الثانية اللي كلف ربنا يسوع المسيح للمجد التلاميذ بأن هم يبتدوا ينزلوا يخدموا. فدي تاني دعوة، يعني بنفرق بين دعوتين، دعوة التبعية ودعوة الإيه؟ الخدمة. كلمة واهنة بقى ترجع لإيه؟ أفكركم بآخر حدثين، آخر حدثين كانوا في الإصحاح الثامن. آخر حدثين كانوا في الإصحاح الثامن كانوا كالآتي: معجزتين مهمين جدا. معجزة شفاء المرأة نازفة الدم، وده أعتقد اتكلم فيه أبونا المرة اللي فاتت. والمعجزة الثانية إقامة مين؟ ابنة ييروس. يبقى الواو هنا ليها معنى، عاوز يقول لنا حاجة مهمة قوي. امتى دعا المسيح التلاميذ؟ دعاهم بعد ما شافوا بعينيهم معجزتين كبار قوي. وفي المعجزتين اتكررت كلمتين، خلي بالكم من الكلمتين اللي اتكرروا في المعجزتين. في المعجزة الاولى يقول لها: ثقي يا ابنة، ايمانك قد شفاكي. وفي المعجزة الثانية بيقول لليايروس: لا تخف، آمن فقط. يبقى الكلمتين اللي اتكرروا ايه؟ الإيمان. عاوز يقول لنا ان مش ممكن الإنسان فينا يدعى للخدمة ما لم يكن له رصيد إيماني برب المجد يسوع المسيح. مش ممكن. الخدمة مش حماس، الخدمة مش نشاط، الخدمة إيمان بيخش القلب. ومن كتر ما الإيمان ده يملك على القلب كله، الإنسان يبقى عاوز ينقل طيار الإيمان لكل اللي بيقابله. عرفتوا قيمة الواو هنا إيه؟ ودعا. ودعا يعني إيه؟ وأصل كان في قبليها حدثين مهمين، كان لازم التلاميذ يشوفوا ويؤمنوا كويس علشان يقدروا يتكلموا بثقة وبإيمان عن اللي شافوه. ده يمكن يفكرنا باللي قاله القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى عدد واحد، يقول إيه؟ الذي رأيناه، الذي شهدناه ولمسته أيدينا. إحنا شفنا بعنينا وحطينا رأسنا على صدره ومسكناه بإيدينا. أنا ما بكلمكمش عن فكرة أو أسطورة أو أيديولوجية، أنا بكلمكم على إنسان أنا شفته وشفت أعماله وأمنت بيه، وعشان أنا شفت بعيني دولة عندي الثقة إن أنا أنقل الكلام اللي أنا شفته. فشرط أساسي، وخاصة أنا عارف إن كتير مننا بيخدمه، يراجع نفسه في الحتة دي. هل خدمتي مبنية على إيمان حقيقي في الرب يسوع المسيح، ولا أوقات لما بتقابلني مشكلة في الخدمة بتهز وبخبط ايديا في بعض وبقول يا رب ليه حصل كده؟
فكلمة الدعوة للخدمة دي لابد ان يكون فيها حاجتين، نمرة واحد ايمان، نمرة اتنين اختبار، او احنا بنسميها على بعض ايمان اختباري، لان ممكن يكون ايماني انا على مستوى العقل مش على مستوى الاختبار، فاول ما تحصل مشكلة يتهز الايمان اللي على مستوى العقل. لكن الايمان اللي على مستوى الاختبار اللي بيقوله يوحنا الذي شهدناه ولمسته ايدينا ما يتهزش ابدا، فالخادم يبقى خادم صلب في ايمانه في رؤيته في ثقته بربنا وعمل ربنا. يبقى كلمة وداعة دي وقفنا عندها لانها اتربطت بالحادثتين اللي قبل كده، المعجزتين اللي قبل كده، وكان اهم حاجة نشوفها في المعجزتين هي قصة الايه الايمان. لما اطمن ان هم شافوا واطمن اكتر ان هم يقدروا ينقلوا، ابتدى يدعوهم للايه للخدمة. ياريت نراجع نفسنا وخاصة لو كنا بنخدم في الحتة دي. طيب خلي بالكم هما في ثلاث افعال في العدد واحد واثنين قلناهم، قلنا ايه؟ ودعا واعطاهم في الاية نمرة اثنين ليكرزوا، دعا اعطى من اجل الكراز. احنا خلصنا كلمة دعا، تعال نشوف بقى كلمة اعطاهم دي. اعطاهم دي كلمة حلوة قوي للي يقف ويفكر فيها. لو انت جيت علشان تخدم ربنا كلمة اعطاهم دي هتنطبق عليك. يعني ايه؟ هتاخد، يعني هتاخد، مش ممكن ما تاخدش، هتاخد، هتاخد بفيض وبغنى واكتر ما كنت تتخيل او تحلم او تطمح، لان ربنا لازم هيدي، لازم هيدي. من غير ما تاخد مش هتقدر تدي، لكن لازم انت تاخد عشان تتجدد مشاعر الايمان والثقه فيك فتقدر تدي الناس التانيه. شوف اللي ادانا ايه. نمره واحد ادانا زي ما بيقول هنا في الايه واعطاهم قوه وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض. المسيح ادى الخادم بتاعه قوه على النفوس وقوه على الشياطين. مين فينا يقدر على الشيطان بامكانياته البشريه؟ ولا واحد، ولا واحد. الشيطان اقوى بكتير، لكن في فرق بين ان واحد يقابل الشيطان وهو مسنود على سلطان ربنا اللي ادهوله، وبين ان يقابل الشيطان بامكانياته الخاصه. اللي هيقابل الشيطان بامكانياته الخاصه، اسف في اللفظ اللي هقوله، مش هياخد في ايده غلوه. عارفين انا هاخد دلوقتي، يعني هقوله بخ يقع، هقوله بخ يقع. مين فينا ده اللي ممكن ما يخافش؟ مين فينا اللي قد قوه الشيطان وافعاله وسحره والاخر؟ لكن مع ربنا في فرق. مش ممكن هسمح لك تقابل الشيطان الا لما اديلك كل سلطاني، وزي ما انا بقدر اسحق الشيطان اولادي اللي ببعتهم للخدمه يقدروا يسحقوا الشيطان وكمان يقدروا يكون ليهم سلطان على النفوس. يبقى ما كانش ممكن الانسان يخدم الا نمره واحد بالايمان، نمره اتنين بسلطان مين؟ ربنا يسوع المسيح اللي خده. واعطاهم قوه وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء الامراض. في مره من الامراض راحوا للقديس يوحنا ذهبي الفم وقالوا له ليه دلوقتي الناس ما بتشفاش والناس ما بتقومش من الأموات زي أيام المسيح؟ أيام المسيح كانت الناس بتقوم بالأمر، يقول له قم يقوم، قوم يا صبية قوم يا صبية، لعازر هلم خارجا يطلع خارجا. طب ما في ناس بتموت دلوقتي ومحدش بيقومها. قال لهم مين قال كده؟ انتوا ليه بتستهينوا بالسلطان اللي ربنا ادهولكم؟ بس في حاجة أهم من حاجة. المسيح لما كان عايش ممكن يكون قوم ثلاثة أربعة خمسة، بس في مئات ماتوا ومحدش منهم قام. لكن انا هقول لكم كيف تكون معجزه قيامه الاموات في كنيسه الله. وابتدى يكلم الخدام ويكلم التلاميذ بالاتي، يقول لهم كل انسان فيكم يروح لانسان ميت في الخطيه ويبشره بالايمان ويدعوه للتوبه ويتوب، ينتقل من الموت الى الحياه. زي مثل الابن الضال لما الاب قال كان ميتا وكان ضالا. اذا انت بخدمتك تقيم اموات عندما تنقل انسان من الخطيه الى حياه الايه البر.
يبقى كلمة دعا وأعطاهم. والفعل الثالث ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء الأمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. مهمتنا كلنا كمسيحيين الكرازة، ودي دايما أقولها في كل الاجتماعات. شعب المسيح ليس شعب خامل ولكنه شعب خادم. خامل يعني ايه؟ يعني جاي يسمع ويروح، ده اسمه شعب خامل. اما الشعب الخادم فده طبيعه اي انسان مسيحي. الانسان لما يخش في عشره مع ربنا ويوصل لمستوى داود كده في اختبار الايمان، ما يقدرش غير ان يمشي مع كل انسان يقابله ويقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. بصوا يا جماعه، قوه المسيحيه وقوه الكنيسه في الكرازه. واديكم مثل صغير. الكنيسه في عصر الرومان مرت بعصور اضطهاد، ابتدت بنيرون لغايه دقلديانوس. 10 اباطره من الرومان اعنف من بعض، كان كل واحد فيهم بيتعهد ان فترته هتكون نهايه المسيحيه في العالم. وكانوا يخترعوا انواع وادوات للعذاب جديده علشان يخلوا الناس يبعدوا عن مين؟ عن المسيح. احنا مهما قلنا ان في اضطهاد او ضيق، مش ممكن يكون زي اللي كان بيحصل زمان. زمان كان موت يعني موت، بيوصل ل50% من الناس اللي بتؤمن بتموت. احنا ما عندناش كده دلوقتي، نشكر ربنا من اجل ضعفنا، ربنا مش سامح. لكن تعالوا نفكر في حته واحده. زمان ما كانش في غير 12 رسول او 12 تلميذ و70 رسول، يعني التوتال قد ايه؟ 82 بالكثير. ده لسه حتى قايلها قريب قوي. احنا النهارده عدد الكهنه اللي في القاهره بس حوالي 500. عدد الكهنه اللي في الكرازه المرقصيه هيكون اكتر من 1000 بالتاكيد، و2000 كمان. ال 82 اكتر ولا الالوف اكتر؟ ها مين اكتر؟ عدد الكهنه طبعا. طيب ليه ال 82 اثروا اكتر؟ الحقيقه علشان حقيقه واحده بس، مش ال 82 هم اللي كانوا شغالين، ده كل واحد كان بيتعمد ويخش الايمان المسيحي كان يخرج من المعموديه برتبه كارز، مش برتبه خادم، برتبه كارز. لان بكل المقاييس لو قلنا ال 82 دول عاشوا 22 30 سنه بعد كده وماتوا، مش ممكن المسيحيه تقف قصاد الدوله الرومانيه لمده قرنين من الزمن تشوف فيهم اعنف اعنف عصور الاضطهاد وتصمد وتكتر الا بسبب واحد، ان كل مسيحي كان بيطلع من المعموديه كان بيتعهد ان يكون كارز وخادم لاسم المسيح. وده بيني وبينكم يوبخنا كلنا. عارفين ليه؟ احنا كل حالة بتجيلنا بندور على ابونا الكاهن عشان نبلغاله. طب انت مش زي ابونا الكاهن؟ طب انت زي ابونا، ينقصنا ايه؟ ما احنا بنتعلم في كنيسة حية، ما احنا بنحضر اجتماعات ودروس كتاب ودروس خدمة. ليه ما نتكلمش بحرارة عن ربنا؟ ليه ما ننقلش المسيح في كل ابتسامة وفي كل مشاعر وفي كل مجاملة؟ ليه ما نتكلمش عن ربنا في احداثنا؟ لو احنا عملنا كده كنيستنا تبقى اقوى كنيسة، لانها تبقى الكرازة في بيتي وفي بيتك وفي بيت كل ناس وفي بيوت الجيران بواسطتنا وفي بيوت الناس اللي حوالينا. نكرز تقوى المسيحية وتقوى الكنيسة، نبطل كرازة ونحافظ، نحاول بقدر الامكان نحافظ على اللي موجود. اللي موجود يتخطف مننا، لان اللي ما بيكسبش بيخسر. اسف ما انا اقول دي، بس دي حقيقة. فأنا وإنتم، الكرازة ليست مسؤولية كاهن أو خادم مكرس أو دياكن أو أسقف. الكرازة في جوهرها مسؤولية كل إنسان مسيحي. يجيب واحد معاه الاجتماع يقول له تعالى الاجتماع الفلاني هتلاقي كلمة ربنا. يجيب واحد لخدمة يقول له تعالى الخدمة الفلانية هتتعلم فيها هتلاقي ربنا. تعالى 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 تعالوا ذوقوا وانظروا قد إيه ربنا حلو. وهو هيجي يتعرف بالمسيح اوتوماتيكلي. لو اتعرف صح بالمسيح هيكرز بمين؟ باسم المسيح. زي الاجتماع الحلو اللي انتوا فيه ده، ناس كتير قوي بتعترف عنه.
يقول لي انا بقيت احضر اجتماع درس كتاب يوم الثلاث، اقول له ازاي؟ يقول لي حد من الاجتماع قال لي. ده كرازة، بنجيب واحد لربنا يسمع هنا. لازم الناس تيجي عشان تشوف المسيح، ولازم احنا نوصل المسيح للناس. يبقى دعاهم اعطاهم السلطان والقوة ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا كل مرض. يبتدي السيد المسيح في عدد 3 و4 و5 يحط شروط قد تبدو صعبة جدا في الخدمة. هقراها على بعض وبعدين نفصصها حتة حتة لو سمحت. يقول لهم ايه السيد المسيح؟ وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان، وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا، ومن هناك أخرجوا، وكل من لا يقبلكم فأخرجوا من تلك المدينة وأنفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. الشروط اللي حطها المسيح سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. أقول لكم صعبة ليه؟ إحنا بفكرنا البشري بصراحة الواحد لما بيكون رايح مشوار بيعمل إيه؟ زي ما انا بعمل كده، دي مش هتطلع في الشريط بقى. يعني ايه؟ يحط ايديه على جيوبه ويطمن اللي معاه. ولو السفريه ابعد شويه في زواد السكه، فهم كانوا هيتنقلوا 2-2 ويتنقلوا على القرى المحيطه باورشليم، يعني ابعتهم 2-2. فوضع طبيعي وانا رايح قريه مش عارف هيقبلوني مش هيقبلوني، هياكلوني مش هياكلوني، احتياطيا ما احطش نفسي في موقف ارجع اندم عليه. العقل البشري بيقول ايه؟ شيل وتقل، الا انك ما انتش عارف بكره في ايه. المسيح طلب العكس، طلب العكس. وخلي بالكم كل حاجه طلبها ليها معنى. الا تحملوا شيئا، يعني ايه لا تحملوا شيئا؟ لا تحملوا شيئا، الاول كلمه لا تحملوا شيئا دي معناها ايه؟ لأنك تحملني أنا، ومدام أنت شايلني أنا وهتنقلني أنا، هبقى مصدر كل احتياجك ومصدر كل شبعك ومصدر كل غناك. أنت شايلني، أنت هتشيلني وترتبط بحاجة تانية تشيلها معاك. إزاي ده؟ إزاي تبقى شايل المسيح وعاتي الهم هتاكل إيه وتشرب إيه وتنام فين؟ ما تجيش. وبعدين يبتدي يفقطها او يفكها. اقول لكم تاني، نمره 1 لا تحملوا عصا. العصا دي بتاعت الايه؟ العصا دي بتاعت، لا دي مش عصا الرعايه، ده بيقول لهم لو كانت عصا الرعايه كان قال لهم شيلوا عصا. عصا يعني عكز عليها، يعني ايه عكز عليها؟ العصا هي السند، العصا هي الايه؟ السند، فياخدها حته حته. يقول لك حاجه من الاثنين، يا العصا سندك يا انا سندك. ان هون احلى في الخدمه تتسند على كتفي لما تتعب وانا اشيلك، ولا تتسند على صايه حطيت انت فيها ان بفكرك هي دي سندك. مين اللي بقيلك؟ مين اللي يسندك؟ انت خايف من ايه؟ لان كل انسان اوقات بيهاب موقف، يخش بيت فيه مشكله يبقى قلقان اللي هيعملوه فيه الناس وهيستجيب ولا ما يستجيبوش من الخدام اللي بتحل المشاكل الزوجيه. يقول له ما تخشش بعصا، ما تخشش بفكرك، ما تخشش بايديولوجيتك وتقول انا خبير. احنا مش ضد المواهب، لكن اوعى تخلي موهبتك حتى لو انت عندك موهبه حل مشاكل تغنيك عن انك انت داخل مسنود على مين؟ على ربنا. لازم نكون مسنودين على ربنا لانه به نتحرك ونوجد ونحيا ونعيش وناكل ونشرب وننام، ما عندناش غيره. ما عندناش غيره. اوعى تعتمد على عصايا. طيب وبعد ما تعتمدش على صايا تعمل ايه تاني؟ العصا ولا مزود. ايه هو المزود؟ المزود باختصار، عارفين المخلة؟ كان زمان في حاجة اسمها مخلة. المخلة هي اي حاجة عبارة عن شنطة تتحط كده قطرية، يعني كانوا يمسكوها الرعاة زمان تتحط على الكتف، يعني ايدها تبقى على الكتف الشمال وهي مدللة على الجنب اليمين. يعني اوقات حتى في الولاد بيروحوا النوادي بس مع حاجات مودرن شويه يعني، لكن هي نفس الفكره كده. المزود دي
يا إما الأكل أو أي غيارات أو أي حاجة بتحطها فيه، يقول لك المزود ده ما تشيلوش معاك، المزود ده ما تشيلوش معاك. خبزا طب احنا هنجوع في السكة، ولا الخبز برضو، ولا الخبز برضو، ما احنا اتفقنا انا شبعك وهشبعك بطريقتي انا مش بعقلك انت. ولا فضة، الفضة دي تمثل ايه؟ والفلوس معناها ايه؟ الطوارئ. يعني لما الواحد ينزل معاه فلوس في جيبه يقول لك ايه، محدش ضامن ايه اللي هيقابله في السكة، بس انا مش نازل اعمل شوبينج ولا حاجة، برضو محدش ضامن ايه اللي يحصل في السكة، خد فلوس احتياطي. فده ضمان للطوارئ، الفلوس دايما للطوارئ، انت عاتل هم الطوارئ، حتى الطوارئ دي بقول لك ما تعتملش حسابها لان انا اللي هشيلها عنك. ولا يكون لك ثوبان، يعني حتى الغيار ما تشيلهوش. طيب ليه يا رب طلبت كل ده؟ ليه قلت لا تحملوا شيء وبعدين فقدتهم قلت لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضه؟ ليه؟ 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 أتاري المسيح بعد ما شافوا معجزات تثبيت الإيمان في المعجزتين اللي قلناهم في الإصحاح اللي فاتوا، عاوز يدخلهم في اختبار أعلى. إيه هو الاختبار الأعلى؟ انك تبقى متحرر من كل الماديات وكل الاحتياجات، وانا هدي لك كل الماديات والاحتياجات. جرب جرب. عارفين ليه ربنا حب يعمل معهم كده؟ عشان لو انا اتزنقت، لو انا اتزنقت في السكة وجعت ومديت ايدي واخدت سندوتش، هقول ايه؟ هقول الحمد لله ان انا عملت حسابي على كده. المجد هنا راجع لمين؟ لدماغي اللي فكرت وعملت حسابها. ولو انا جيت الكعبل ولقيت في طريق صخر ومعايا العصايه بشيل بيها الطوبه دي وشو دي، اقول الحمد لله جبت العصايه معايا. برضه الواحد عنده بعد نظر، الحمد لله نشكر ربنا. ولو قابلتني طوارئ واضطريت ادفع شويه فضه اقول لك اهم حاجه الواحد يعمل ايه؟ يا حبيبي في مستوى اعلى، مستوى انك تختبر ايدي، تختبر اختبار داود النبي لما قال كنت فتى وشخت ولم أرى ذرية له أعوزها صديقا لا تخلي تخل عنه ولا ذرية أعوزها خبزا. مش ممكن ربنا هيسيب ولاده إذا كنتم وأنتم أباء وفينا الشر والخطية، نعرف كيف نعطي أبنائنا عطايا حسنة، فكم بالحري أبوكم السماوي. فأوقات ربنا بيبقى في خطته من أجل خلاصي وخلاصكم إن يجي عليه وقت يجردنا من كل حاجة، وده ضد مشيئتنا وضد طبيعتنا اللي تعتز بالباور وتعتز بالفلوس وتعتز بالمكانة وتعتز بالسلطان وتعتز بالأموال وتعتز بالاسم اللي بيلمع في وسط الناس. يقول لك كل ده تسيبه، عايزك انت زي ما انت، وشوف وانت معايا انا هعمل معاك ايه. اختبار كان صعب قوي ان التلاميذ يقولوه او يمروا فيه. في مرة من مرات حكاية دلوقتي افتكرتها اقولها لكم، حكاها احد الاباء اللي بيخدموا في الصعيد. الحكايه دي بتخدم عن خادم بعد ما خلص الجامعه قرر انه ما يتجوز وقرر انه يتبتل خارج الرهبانه، يعني هيبقى خادم بتول في العالم ويخدم ويوعظ من كنيسه لكنيسه ومن عشيه لعشيه، وزي ما ربنا يبعت له يعني استغنى سوري قدم استقاله في شغل الحكومه، يعني ما عندوش اي شغل. وابتدى الكنائس تجيبه من عشية لعشية، ومعروف بس بيني وبينكم الأرياف الإيد فيها قليلة والفلوس فيها قليلة، يعني مش زي القاهرة أو اسكندرية. فالخادم ده سنة واتنين بيخدم، وكان ممكن من كتر حبه لربنا كان ياكل وجبة أو وجبتين في اليوم على حسب ما ربنا بعت، وعمره ما اشتكى. في يوم من الأيام رايح عشية فبيغير هدومه، فبص قصاد مراية، فبص لقى الفلن الغيار الداخلي بتاعه كله منقر، كله منقر. فتح الدولاب بيجيب فلنة تانية لأنها أوسع شوية من اللي قبليها، يعني البقر الفتحات أوسع شوية، اللي بعديها زيها اللي بعديها زيها. اكتشف إن الموضوع ده كان ناسي طول عمره، أهو في الشتاء
حاجة مغطية حاجة مغطية حاجة، لكن هو دلوقتي بيخدم مبتدا الصيف، أي قميص أبيض هيبين الإيه؟ النقر اللي تحتيه شكلها وحش قوي، والفلوس اللي معاه ما تسمحش إنه يجيب. أهو ده لا بلا مزود ولا عطا ولا خبز ولا فضة. وقف وقال له يا رب أنا هقول لك حاجة صغيرة، أستر على الخادم بتاعك لأن نفسيتي ما تجيبش، برضو الناس بتبص، أنا علي أنا ما يهمنيش لابسيه لكن الناس بتبص، فأستر علي. يروح الخادم ده يوعظ عشية ويرجع القرية بتاعته يلاقي البقال بيناديه، بقال في الشارع ضيق بتاع القرية بيقول له يا أستاذ فلان يا أستاذ فلان. قال له نعم. قال له في واحد جه وساب لك اللفة دي جرنان ملفوف. يرجع البيت يلاقي 6 أطقم غيارات داخلية كاملة. تفتكروا خدم ربنا ازاي بعد كده؟ بفرح بقوة بغيرة انه سد احتياجي. ده عارف ده عايش معايا، ده كان بيبص معايا على المراية لما شاف الثقوب دي. بقى معقول واحد فينا يخدم ربنا ويسيب علشان ربنا من وقته ومن ماله وربنا يبقى مديون ليه؟ اسف يا احبائي، مش هو ده ربنا اللي احنا نعرفه. مش ممكن، مش ممكن. وأي بيت من عدد 4، وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك أخرجوا. خلي بالكم أنا بقول لكم هو ما بيكلمش الـ 12 إن الـ 12 يخشوا بيت، دي تبقى مشكلة، ما فيش بيت هيشيل الـ 12، هو قسمهم إيه؟ نعرف الكلام ده من مرقس 6 ومن متى 10، يعني هو لقى هنا بيحكي من غير تفاصيل لكن متى قال تفاصيل أكتر، فهو أرسلهم 2-2. إيه الفكرة الروحية اللي ربنا يقصدها؟ يعني احنا برضو بعقلنا، شوفوا يا جماعة تفكير ربنا ده عجيب، اوقات احنا ما نفهموش لان في قصور في تفكيرنا. لما انا اروح النون احسن اقعد في كل بيت يوم عشان ما تقلش على مين؟ على الناس. ده العقل بيقول لي كده، يقول لك لما كل يوم بيت غير لما تقعد اسبوع في بيت واحد تبقى تقيل، يعني ضيف تقيل. طب ليه ربنا ألزمهم ان يخشوا بيت وما يخرجوش منه لغاية لما يخلصوا المهمة التبشيرية؟ اكيد ربنا ليه حكم. ايه حكمة ربنا في كده؟ حاجتين اتنين. الحاجة الاولانية، ربنا عاوز يحررنا من انشغال الشعب بالمنافسة في العزومات، او انشغال التلاميذ بالولائم. دي كارثة، دي ممكن تحصل كارثة. يعني ايه؟ يعني ما انت هتخش في اي بيت اللي موجود تاكله فول تشكر، جبنا تشكر، لكن في حاجة أوقات تتسلل للخدمة وخاصة عند الرجال الإكليروس المطرنة والأساقفة والكهنة. لما واحد يعزم كاهن في بيته أو أسقف يبالغ قوي في الإيه؟ في العزومة. سيدنا فلان كان عندنا النهاردة. ربنا عاوز يحرر الخدام والتلاميذ والكهنة والأساقفة من الكلام الفاضي ده، والناس بتبص على بعض. يعني يقول لك هو سيدنا لما كان عندكم اكل ايه؟ اصله جاي عندنا النهارده، فهنقول له عملنا كذا وكذا وكذا، هتعمله بالظبط؟ نزود، والبيت اللي بعده نزود اكتر، والبيت اللي بعده يزود اكتر. ده حتى كان حصل مره كنا بنعمل شويه لقاءات في البيوت كده، فكان كل بيت في الاخر خالص بيعمل اغابي يقدم حاجه يعني. اكتشفنا مع الوقت ان كل بيت بيغالي. موضوع وصل بقى بقينا قاعدين في فنادق ولا ايه؟ لا القصه مش كده، احنا جايين عشان كلمه ربنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كانت هدف جوه ربنا ان احنا مش ما ننشغلش بالماديات وبس، لا دي حاجه احلى كمان. ان لما التلاميذ هيقعدوا في مكان، التلاميذ هيقعدوا في مكان، ده اعلان ان الكنيسه ليها مكان ثابت. يعني مش هنلف ورا التلاميذ هم في اي بيت النهارده، احنا عرفنا ان هم لوكيتد، موجودين في منطقة. وعلشان كده دي كانت فكرة إنشاء الكنيسة أو خيمة الاجتماع أو هيكل سليمان، إن مكان معروف كل اللي عاوز ربنا يروح يتقابل مع ربنا في مين؟ في بيته. عشان كده قال لهم خليكوا قاعدين عشان يبقى في استقرارية، عشان كل اللي عاوز يشفى يقول لك بيت فلان، مش كل مرة الناس تقلق وتقول نروح لمين النهاردة أو نروح فين النهاردة. فاكرين فكرة؟ يبقى ربنا كان عاوز يثبت الفكرة دي بسرعة. الآية 5 بتقول وكل من لا يقبلكم فأخرجوا من تلك المدينة وأنفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. في ناس هتقبل كلمة ربنا،
وفي ناس مش هتقبل كلمة ربنا. المسيح هنا بيقول للتلاميذ ايه؟ وانتوا خارجين تعملوا ايه؟ تنفضوا التراب اللي اتعلق في الاحذية بتاعتكم، تنفضوه يعني. التراب ده هيبقى شاهد على الناس دي ان ايه؟ ما استقبلكمش. في انجيل مرقس في نفس الموضع المسيح او مرقس يذكر كلمة اصعب. مرقس الرسول يقول ايه؟ في مرقس 6: ستكون لسدوم وعمورة يوم الدين حالة اكثر احتمالا. يعني الناس اللي مش هتقبل خدام ربنا هيكون يوم الدينونة عليها اسوأ من سدوم وعمورة. لان القاعدة ببساطة، شوف ربنا بيدينا كرامة قد ايه في خدمته، ان اللي بيرفضك ما رفضكش انت لشخصك او ذاتك، رفض المسيح ذاته. ومدام رفض المسيح ذاته، يوم الدينونة هيكون اليوم اشر من مين؟ من سدوم وعمورة. وطبعا سدوم وعمورة عند اليهود معروفة، حكاية النار والكبريت والقصة اللي اتحرقت فيها سدوم وعمورة. فربنا بيقول لما تجيلك كلمتي تقبلها، والخادم بتاعي أو وكيل سرائري لابد أن تقبله في بيتك وتسمع كلامه، لأن هو بينقلك طيار الإيمان بيا. فأي إنسان بيرفض بيحسن ربنا يعني بيعتبره في عداوة وخصومة معاه. الآية دي بتفكرني بحكايتين حصلوا في تاريخ الكنيسة. آية حصلت أو معجزة حصلت أيام البابا يؤنس الخمستاشر، وده كان حوالي سنة 1620. الكلام ده كان 1620. للأسف بسبب الضعف الروحي وضعف الرعاية انتشرت عادة عند اللقباط الأغنية. العادة دي اسمها عادة التسري. اسمها عادة الإيه؟ التسري. يعني إيه التسري؟ يعني واحد يكون ليه زوجة واحدة، زوجة واحدة وكذا سرية. يعني ايه كذا سرية؟ يعني لا مش اماء وعبيد، سواري دول حاجة ارقى شوية من الاماء والعبيد، ما علينا مش عاوزين نخش في تفاصيلها. لكن يبقى الرجل المسيحي ده ليه زوجة بينجب منها، بس ليه اكتر من واحدة عايشة في البيت ويستطيع الاقتراب منها جسديا. وما كانش بيعمل كده غير مين؟ الأقباط الأغنية، تشبها بمين؟ بالمماليك اللي كانوا موجودين وكانوا ليهم نفس الحقوق، أو إخواتنا اللي في المجتمع اللي يسمح لهم شرعتهم بما يشابه هذا. فاللي حصل إن الأقباط حصل كده. فالأنبا يؤنس الخمستاشر راح لأحد هؤلاء الأغنياء وقال له اللي أنت فيه ده شر، اللي أنت فيه ده زنا، ومش علشان فلوسك تعمل كده، توب. أو ده زي التلاميذ اللي راحوا بيقول لك وكل من لا يقبلونهم اعملوا ايه؟ انفضوا غبار احذيتكم. فالراجل كان غني قوي واحرج من كلام البابا، انت مين انت عشان تكلمني كده يعني؟ بص لسلطانه وبص لجاهه. فقال البابا خلصت اللي عندك يعني؟ قال له قال له امشي اطلع بره. امشي اطلع بره. البابا خرج. عمل اللي مكتوب في الآية نمرة 5. قلع نعليه ونفضهما على العتبة. العتبة بتاعته عشان كان راجل غني كان عاملها من الجرانيت اللي انتوا بتشوفوه ده، اللي هو بيتعمل بيه المسلات اللي بيبقى منقط احمر في اسود كده. ده حجر صوان صعب جدا يعني ما يتكسرش بسهولة. اول ما نفض التراب وخبط خبطتين على هذا الحجر، الحجر ده اتشق اتنين. لدرجة ان كل القدام والشمامسة والكهنة اللي كانوا مع البابا في الزيارة دي اتنفضوا من اللي حصل. انتوا ما عندكوش فكرة حجر يتشق اتنين لمجرد واحد بيخبط عليه بشبشب ولا بحاجة حاططها في رجله، ده ايه ده؟ وخرج البابا. وبعديها بثلاث ايام يصدر قرار من الحاكم بتأمين كل املاك هذا القبطي، ويعامل معادلة العبيد. لان اللي يصد كلمة ربنا ويصد خادم ربنا بيصد مين؟ ربنا نفسه. نفس القصة حصلت. القصة دي حصلت تاني في بداية القرن اللي فات، القرن العشرين. كان حصل ان كان فيه رئيس وزراء مسيحي، ومن ساعة ما مسك رئاسة الوزراء حصل انشقاق في الكنيسة ما بين البشوات ورئيس الوزراء اللي اتعلموا في فرنسا، وبين الاكليروس اللي لابسين اسود وشايفينهم جهلة. شايفينهم ايه؟ جهل. فقالوا هنعمل حاجة اسمها المجلس الملي. لا البطرك ولا المطرنة ولا الكهنة يتكلموا في الجواز والطلاق. المجلس الملي ده هو اللي يجوز ويطلق.
لان شافوا في اوروبا في طلاق، ومش معقول يكون في ناس هنا في مصر متضايقه وما تطلقش. البابا وقف قصاده وقال له الاتي، قال له المسيح قال لا يوجد طلاق الا لعلة الزنا. حصل خلاف، وصل هذا الرئيس الوزراء من قوته السياسية انه عزل البابا، والبابا اخد نفسه وراح قعد في دير الأنبنطونس، وقعد فترة طويلة البابا كيرلس الخامس. وبعدين تحت ضغط الشعب القبطي رجعوا البابا. فالبابا حس ان الجو ملبد بينه وبين مين؟ وبرئيس الوزراء. ورئيس الوزراء للأسف منين؟ من الكنيسة. فراح في بيته علشان يصلحه. البابا ركب الحنطور ورايح لغايه مين؟ رئيس الوزراء. خبط عليه، كان فيه هول كده، فاستقبله البابا. بعد ما دخلوا الهول جوه البيت قالوا لهم، ادوا له خبر ان البابا موجود. نزلت الميد او يعني اللي بيشتغل في البيت وراحت قالت له الباشا بيقول انه مش فضيلك، ما عندوش وقت يشوفك. شوفوا الكسره اللي حصلت. قال لها قولي له هو فعلا مش هيشوفني تاني. وخرج ركب الكاريتا بتاعته، مشي بيها 50 متر واتضرب رئيس الوزراء بالرصاص. احنا مش حته تشفي او انتقام، لكن هي حته المسيح قالها. قالها تشجعنا، مش عشان نبقى بنحكم بصورة إرهابية على المواقف اللي حوالينا أو انتقام أو لا، ربنا حنين، بس هو عاوز يقول إن اللي بيصد واحد من ولادي صدني أنا. وقال كده، الحق أقول لكم إن في يوم الدينونة ستكون لسدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا. متهيألي وقتنا خلص مش كده؟ فضل قد إيه؟ 5 دقايق ولا؟ لا 5 دقايق. طيب الآية نمرة 6 بتقول فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. كلمة كل قرية وكلمة كل موضع دي عاوزين نقف فيها. أوقات بنعتقد يا أحبائي إن الخدمة بتاعتنا يوم الاثنين في خصوص واحد، ويوم الثلاث في خصوص ثلاثة، ويوم الاثنين في المرج، ويوم الثلاث في عزبة الناس مثلا يعني. أوقات نعتقد كده. بقيت أسبوع إيه؟ ما عندناش خدمة. لا، ده كلمة كل قرية وكل موضع يعني معناها كل مكان بقعد فيه، كل مكان بدخله. الخادم الحقيقي ما عندوش ميعاد للخدمة. الخادم الحقيقي عامل زي الذهب، ما ينفعش ساعتين في الاسبوع يبقى ذهب وبقيه الاسبوع يبقى حاجه تاني. فطول ما هو ماشي هو يحمل مسيحه. في اي لقاء هيتكلم عن مسيحه مع كل قريه يعني كل بيت وكل موضع يعني في كل قعده، هيحول الكلام لكلام ايه؟ روحي. حتى صدقوني لو الناس كلها ملهاش في الروحيات وبيتكلموا في السياسه. شفت ناس عندهم الحكمة دي، يروح واخد الخيط بتاع السياسة وقلبه حبة حبة وتتقلب كلام عن ربنا ومجد ربنا والملكوت اللي جاي والملك السماوي وي 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 إلى آخره. كل قرية وكل موضع ده شغلتنا، لأن ده بيأكد نمرة 2 لما قال لهم في الآية في العدد نمرة 2 ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا كل مرض. أخلص من عدد 7 لغاية عدد 9 عشان يبقى ابونا بيبتدي حته جديده في معجزه اشباع الجموع من اول عدد 10. فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب، لان قوما كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من الاموات، وقوما ان ايليا ظهر، واخرين ان نبيا من القدماء قام. فقال هيرودس يوحنا انا قطعت راسه، فمن هو هذا الذي اسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب ان يرى. هيرودس ده اسمه هيرودس أنتيباس، وهيرودس أنتيباس ده ابن هيرودس الكبير، والعيلة دي كانت عيلة من أولها لآخرها في منتهى الشر اللي في العالم كله. هيرودس خلي بالكم، أنا بس عاوز أتكلم على كلمة واحدة أخلص بيها، أنا عارف طولت عليكم. كلمة ارتابة. ارتابة يعني إيه؟ شك وخافة، الاتنين مع بعض، شك وخاف. شك لأنه سمع الناس بتقول
ده بيعمل ايات وبيعمل معجزات. في ناس ما شافتش المسيح فابتدت يقولوا النميمه او الكلام يتنقل ان ده يوحنا امن الاموات، وناس تاني قالت ده ايليا لان كانوا مستنيين ايليا قبل المسيح، وناس ثالث قالت ربنا بيفتقد الشعب بتاعه بنبي. ارتدي عن ايه؟ شك مع خوف. خلي بالكم هو واثق انه قطع راسه، يعني قطع راسه، لكن ليه شكيت يا هيرودس ان ممكن يكون يوحنا قام تاني؟ ليه شكيت؟ ليه خفت؟ عاوز يقول لنا في الايه دي حاجه حلوه قوي، ان ميراث الخطيه هو الخوف وفقد السلام. بالرغم ان هو الملك، هو اللي قطع الراس، هو اللي ذبح، بالرغم ان هو الملك وهو اللي ذبح وهو اللي قطع الراس، هو اللي خاف لدرجة ما بقاش في يقين ده ممكن يكون يوحنا، بس انا قطعت راسه. طب الحل الوحيد ايه؟ عايز اشوفه بعيني عشان اتاكد لكن هو ده يوحنا ولا مش يوحنا. ما انت عارف ان يوحنا اتقتل ومات، وفي حد بتقطع رقبته ويرجع تاني للحياة، لكن شوفوا ميراث الخوف الناتج عن الخطية. هيرودس ده انسان شرير، وكان هو الملك وله الحرس وله الجند وله الحماية الرومانية، ولكن يسكن جواه خوف لانه رجل خاطي، رجل زاني، قتل اخوه وسجنه عشان ياخد مراته، وبعدين لما واحد شهد شهادة حق قتله وذبحه اللي هو يوحنا المعمدان، علشان كده يرتاب. عارفين اكتر ناس مطمنة مين؟ الناس التايبة. لكن الناس دايما اللي عاملة شر دايما في خوف وقلق، لان الآية بتقول كده لا سلام، لا سلام يقول إله المين للأشرار. ما دام الإنسان جواه شر وما تبش عنه، يبقى الثمن الطبيعي للخطية هو عدم الراحة وفقدان السلام. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد.